أهلا بكم. قبل أن أبدأ في موضوع الحلقة، خلف هذه الكاميرا كان يقف زميلي رمزي الحرازي من أمس القريب. اليوم رمزي لم يعد بيننا، لقد فارق الحياة إثر نوبة قلبية. خالص العزاء والمواساة مني ومن كل زملائي في قناة بلقيس لأسرته ومحبيه، رحمك الله رمزي. سأكون قويا وأدخل في موضوع الحلقة، وهذه الحلقة هي عن احتجاجات لأبناء محافظة إب تطالب بتغيير المحافظ والالتفات لمعاناة المحافظة. ما الذي قدمه المحافظ عبد الوهاب الوائلي للمحافظة خلال 5 سنوات؟ وما هو حجم المعاناة التي يواجهها أبناء إب، سواء الذين تحت سلطة الميليشيا أو النازحين إلى مناطق الشرعية؟ أهلا بكم. نظمت قيادات مدنية وعسكرية من أبناء محافظة إب وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير المحافظ الذي لا يتواجد في المناطق المحررة منذ تعيينه قبل 5 سنوات حد قولهم. وطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية قيادة شرعية باستكمال تشكيل اللجان الإسنادية وأبرزها لجنة الإغاثة ومعالجة الجرحى. هذا وقد نزح الآلاف من أبناء محافظة إب إلى المناطق المحررة ومعظمهم إلى محافظة مأرب منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في عموم البلاد. يخيم الإهمال واللامبالاة على أداء السلطة المحلية لمحافظة إب كجزء لا يتجزأ من مشهد فشل الشرعية وعجزها عن إدارة ملفات البلاد بشكل فاعل. لكن هذه المرة يأتي الاعتراض من الجموع الشعبية كصورة من صور الرقابة المجتمعية ونقطة نظام يرفعها المواطنون في وجه قيادات الحكومة والمسؤولين. هو اليوم جينا علشان نلفت انتباه الحكومة ونصحي المحافظ حقنا الراقد لحد الآن الراقد. 5 سنوات منذ تعيينه يقول هؤلاء إنه لم ينجز شيئا يذكر. محافظ إب عبد الوهاب الوائلي يواجه اليوم مساءلة مجتمعية واتهامات بعدم الاكتراث لشؤون المحافظة طوال السنوات الخمس. ندعو جميع قيادة الدولة إلى الالتفات إلى محافظة إب للمعاناة التي نعانيها من غياب تام بسبب غياب السلطة المحلية، يتم تهميش الشهداء والجرحى والنازحين. لهذا نطالب الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب الرئيس ودولة رئيس الحكومة بتعيين محافظ لمحافظة إب. احتجاجات متكررة نظمها ناشطون وواجهات عسكرية ومدنية من محافظة إب تطالب قيادة الشرعية بتغيير المحافظ الوائلي واستبداله بمحافظ يقيم في البلد ويهتم بمعاناتهم المنسية. ملفات الجرحى والنازحين والإغاثة والتحرير، يقول المحتجون إن المحافظ يتجاهلها كليا في ظرف يواجه فيه أبناء إب ذروة المعاناة الإنسانية والمعيشية جراء الانقلاب والحرب. ترزح محافظة إب تحت سلطة الانقلاب الحوثي منذ 5 سنوات، ويواجه فيها أبناؤها صنوف الغطرسة وتسلط الحوثي، من القتل العمد إلى نهب الأراضي وجباية الأموال والزواج بالإكراه وغيرها من الانتهاكات. تتعامل الميليشيا مع محافظة إب كمخزون للفيد والبطش، وتتعامل معها الشرعية بإهمال كامل لأوضاع أبنائها الذين غادروها من جبروت الحوثي، وبعد 5 أعوام يقفون بين نارين يواجهون أزماتهم لوحدهم بلا سند ولا نصير. أبدأ النقاش مع ضيفي من مأرب الزميل الصحفي حمود هزاع. أهلا بك أستاذ حمود. مساء الخير، تحية لكم وللإخوة المشاهدين جميعا. شكرا لك أستاذ حمود. لو نبدأ نتحدث بأبرز الملفات أو التحديات اليوم الماثلة أمام أبناء محافظة إب. على أبرز التحديات الماثلة أمام أبناء محافظة إب هي بقاء المحافظة تحت سلطة ميليشيا الحوثي، وهذا يعني أن المجتمع بمحافظة إب في معتقل واسع. في أي منطقة تتواجد فيها ميليشيا الحوثي لا تحدث سوى الإرهاب ضد المجتمع الذي تبسط سيطرتها عليه بالقوى القهرية، وهذا ما هو حاصل فيه. وكذلك يعاني أبناء محافظة إب من الفراغ، حالة من الفراغ في السلطة المحلية نتيجة
عدم فعالية بعض الشخصيات في المحافظة، وهذا جعل تعطيل كامل للسلطة المحلية بالمحافظة في داخل الكيان الشرعية، وهذا سبب مشكلة جسيمة لأبناء محافظة إب، وخاصة الذين خارج الذين يقيمون في مناطق الشرعية. طيب، محافظة إب واحدة من المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لماذا اليوم محافظة إب دون غيرها؟ يعني هذه المعاناة ربما أو جوانب القصور قد تكون أيضا في باقي المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا. نعم، تتشارك جميع المحافظات نفس المشكلة، بس تمت خصوصيات لمحافظة إب أن محافظة إب تعتبر الأولى من حيث الكثافة السكانية على مستوى اليمن. أقول الكثافة السكانية وليس عدد السكان، لأن الكثافة السكانية تحسب المساحة بعدد السكان، فمحافظة إب تعاني من انفجار سكاني أدت إلى نزوح عدد كبير من أبنائها والتحاق في الصفوف الشرعية والكتلة الشرعية ورفض الميليشيا الحوثية. هذه الكتلة لا تجد من يقف معها ويساندها داخل مؤسسة الدولة. صحيح أن أداء الشرعية ضعيف، لكن أداء السلطات المحلية في كثير من المحافظات التي تنبح تحت سلطة الشرعية موجود وملموس في جوانب كثيرة، وفي قدر المستطاع وبالسقف الذي للشرعية، وفي فيما يظل أداء السلطة المحلية في محافظة إب فارغا، وهذا يضع مئات الآلاف من أبناء محافظة إب بلا رعاية وبلا اهتمام. طيب، هناك كانت وقفة احتجاجية لأبناء المحافظة ورفعت فيها مطالب، هل تعتقد أنه سيتم الاستماع والالتفات إلى هذه المطالب، وما تعليقك على الوقفة ومطالبها؟ أولا، من حق أبناء محافظة إب أو من حق أولئك الذين تشاركوا في الوقفة وعبروا عن رأيهم ورفعوا مطالبهم، المطالب مشروعة، والمبرر ويجب على الحكومة الشرعية، هؤلاء هم جزء من الشرعية، والشرعية يجب أن تستمع إليهم وتتأكد من صحة ما يقولونه. هناك مطالبهم لم تخرج أكثر من ما هو مطلب حق، وكذلك الأخ المحافظ عبد الوهاب الوائلي شخص نتمنى له كل الاحترام والتقدير، إذا كان والغياب بسلطة المحافظة إب له مسببات وظروف وعوائق أدت إلى عدم القدرة على تفعيل مهامه القيام بمهامه وتفعيل سلطته، فندعو من عبر قناة بلقيس إلى أن يظهر للآخرين ويتحدث يقول ما هي التحديات التي تجابها، ونحن سنكون إلى جانبه. طيب، ما هي أبرز الأولويات التي يفترض أن يقوم بها المحافظ ويركز عليها؟ يا عزيزي، تمت حالة من النزوح الإجباري أن تخلع المئات من أبناء محافظة إب والأسر، وسكنت في محافظة الجوف، وفي قبل شهر مثلا هذا آخر ملف محافظة مدينة الحزم اكتفت تماما، نزح غالبية الغمى لسكانها بما فيها مصر أبناء محافظتين. هؤلاء يريد من على الأقل من يطلب سجلات بياناتهم، يتابع حالاتهم، يتابع لجنة الإغاثة، الوحدة التنفيذية لقمة خيمات النزوح، تسكينهم، منح خيمة، وكل حقيبة نزوح طارئة في الحد الأدنى. أشكرك جزيلا فقط لا أكثر يعني. أشكرك جزيلا، لكن للأسف الشديد هذا غائب. شكرا لك زميل الصحفي حمود هزاع، كنت معنا من مارب، وينضم إلينا من تعز عبر الأقمار الصناعية الصحفي أحمد هزاع. أهلا بك أستاذ أحمد. أسعد الله مساءك أخي سامي وجميع مشاهديك، وخالص عزاؤنا لكم بوفاة الزميل رمزي الحرازي، لكم أسرة بلقيس وجميع أفراد أسرته. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. هناك مشاكل كثيرة تعاني منها محافظة إب، لو نتحدث عن المشكلة الجوهرية،
هناك تعددت الملفات لمشاكل إب، منها الشهداء، منها الجرحى، منها الفساد المستشري داخل سلطة محافظة إب. نبدأ نتحدث عن الفساد الموجود والمستشري في محافظة إب. 5 سنوات وإب تحت الاحتلال، تمنينا كثيرا أن نعود إلى منازلنا، إلى بيوتنا، أن ننتصر أو نتقدم حتى خطوات من أجل يثق الكثيرين بالشرعية والمحافظ وبالوكلاء، ولكن ما نجده الآن منذ 5 سنوات ونحن نزح تحت سلطة الحوثي في المحافظة وتحت فساد المحافظ والوكلاء من جهة أخرى. لدينا أكثر من ملف نريد أن نفتحه، منها ملف خروج الوقفة الاحتجاجية قبل يومين في المحافظة مأرب. من خرج أستاذ سامي لو نتحدث، من الذي خرج؟ عندما تجد أسماء مثل الشيخ حمود البرح، مثل الشيخ حسن علي مسعد بدير، مثل الشيخ ناصر القفاز، مثل المهندس الجوفي، الشيخ فواز الجماعي شقيق الشهيد نائف الجماعي، أسماء كبيرة وصلوا إلى قناعة تامة وكاملة أن أداء المحافظ والسلطة المحلية في المحافظة سيء للغاية، هناك فساد كبير جدا، هناك مافيا يتم بها إدارة المحافظة. أنا أتحدث عن نفسي، أنا أحد النازلين محافظ إب، لم يلتفت لي المحافظ ومثل الآلاف، ليس لشخصي لشخصي أنا، وإنما لبقية النازحين في المحافظات. نحن آلاف الأسر في محافظة تعز، في الشبوة، في مأرب، في أحد رمود، في الجوف سابقا، كل هؤلاء لا نعرف أنه لدينا سلطة محلية حقيقية. عندما ننظر المحافظة الأخرى نشاهد أقل شيء أنه لم يتم تشكيل حتى الآن. منذ 5 سنوات لجنة إغاثة، أصغر شيء، أصغر طلب، محافظة ما، محافظة تعز، محافظة الجوف، محافظة حجة، محافظة الحديدة، محافظة ذمار، محافظة المحويد، كل هؤلاء لديهم لجان خاصة للإغاثة، وهم من يقومون بتسجيل الأسماء وإيصال المساعدات للمحافظة، لأبناء المحافظات النازحين في المحافظة المحررة. طيب لكن دعنا نعقد مقارنة، مثلا منك بدأت بالتركيز على موضوع ملف لجنة الإغاثة، لنقل ذمار وهي ربما شبيه وضعها بوضع محافظة إب، أنها منطقة ومحافظة ما زالت تحت سيطرة الميليشيا. ما الذي تم في هذا الملف، في ملف لجنة الإغاثة؟ كيف يتم التعاطي والتعامل في هذا الملف مع أبناء المحافظة النازحين؟ هناك شكلت لجنات من المحافظات عدة، من هذا ذمار تقوم هذه اللجنة بتسجيل ورصد كل نازح يأتي من محافظة ذمار، يتم استيعابه أو البحث له عن شقة أو عن مسكن، متابعته باستلام سلال غذائية بصورة مستمرة شهرية، إذا كان هم أسرة شهيد يتم صرف رواتب أبنائهم الشهداء أو الجرحى. هناك أشياء كثيرة لهذه اللجنة، ولكن لب عملها هو تسليم الإغاثة والتواصل مع اللجنة الرئيسية للإغاثة برئاسة وزير الإدارة المحلية. أخي سامي، يأتي وزير الإدارة المحلية بعد سقوط الحزب، يأتي إلى مأرب ويتحدث أبناء المحافظة يريدون أن يتم مقابلة وزير الإدارة المحلية، يقول لهم هل لديكم لجنة حتى أتحدث معها؟ جميع المحافظات الذي تحت سيطرة الميليشيا الحوثي لديهم لجان خاصة للإغاثة، إلا محافظة إب الوحيدة. ماذا ستخسر إذا شكلت لجنة وحملتم مسؤولية النازحين في جميع المحافظات؟ طيب ما هو أوجه الدعم الذي يقدم للنازحين من محافظة إب؟ أنا بالنسبة لي الآن 5 سنوات لم أستلم أي إغاثة، وأنا أتحدث عن الآخرين، عن الغير، ولم أسمن أحد، وأنا أتحدث عن نفسي، عن الآخرين، لم نستلم أي شيء. بينما المنظمات يتم تسليم شهريا في تعز، أنا في تعز أتحدث عن تعز، شهريا يتم تسليم لأبناء المحافظة الأخرى الذي تحت سيطرة الحوثي وهم عايشين في تعز، يستلم بصورة شهرية وتم متابعتهم من قبل لجنة الإغاثة وتم إضافة أساميهم. غير هل لديك أي معلومات مؤكدة أن هناك ربما حتى لا نلقي التهم على المحافظ والسلطة المحلية، هل هناك مخصصات يتم اعتمادها من قبل الحكومة الشرعية ومنظمات الإغاثة يفترض أنها تصرف لأبناء الإغاثة لأبناء المحافظة ولا تصل هذه المساعدات؟
وفق ما لديك كريم المعلومة. أنا أكلمك عن أشخاص وعن أسماء يتم استلامهم إغاثة بصورة شهرية. هذه الإغاثة تأتي من مركز الملك سلمان أو تأتي من منظمات دولية أو منظمات محلية ليتم تسليمها إلى أبناء المحافظة. نحن لم نجد شيء. أين أسامينا؟ أين نحن من القائمة؟ أين نحن من هذا التهميش المعتمد أو المتعمد ضد أبناء محافظة إب؟ هل هو عقاب لنا لأننا خرجنا ضد الحوثي ووقفنا ضد الحوثي؟ هل جزاءنا أنه تم تفجير منازلنا ونهب ممتلكاتنا كي نوقف مع الشرعية؟ هل هذا هو جزاؤنا؟ لماذا لا يتحدث المحافظ أو وكيل؟ لدينا عدة وكلاء، لم نسمع أحد أن يتكلم أو يتحدث. كنت أتمنى أن يحضر الآن في عبر قناة بلقيس محافظ يدافع ويتحدث ويقول ما يحدث. أين نحن؟ ماذا قدموا لنا؟ يكذبونا، يطلعونا أننا نفتري عليهم. هو فعلا الزملاء في الإعداد حاولوا التواصل مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة لكن لم نلقى أي تجاوب. طيب، أنت حدثت عن شقين في المشكلة الجوهرية لمحافظة إب، ربما تحرير المحافظة وإسقاط الانقلاب فيها وأيضا موضوع الفساد. لو نركز في موضوع الحديث عن التحرير، وش هذا يا أخي سامي؟ اليوم الحديث عن تحرير المحافظة لماذا صار ربما مؤجل أو بعيد؟ ليس بعيدا أخي سامي، أصبح حلم لن نصل إليه بسبب هذا الفساد والاستشراء وغياب النخبة السياسية وغيابة الأحزاب. أين الأحزاب مما يحدث؟ أين تحرير المحافظات؟ لماذا يتم تحرك الجبهات عند استلام الاعتمادات بالمليارات وبعد أسبوع زمان يتوقف كل هذا التحرك؟ لكن قرار التحرير ليس بيد المحافظ. لا يتم تنسيق استلم اعتمادات المحافظ. إذا ما استلم اعتمادات كان لا يستلم شيء إذا كان عاجز عن التحرير أو التقدم. نحن عدنا إلى الخلف، لم نتقدم إلى الأمام، رغم أنهم استلموا مليارات الريالات وهناك شيكات عبر التواصل الاجتماعي تم تبادلها وهناك مستحقات تم صرفها وشراء سلاح، كله لم يظهر لنا أي نتائج في أرض الواقع. طيب اليوم المحافظة تدار من أين؟ يعني لأن هناك تساؤل أن المحافظة لماذا لا يعود إلى مأرب أو يمارس مهامه الأساسية من أي موقع ويفي بالتزاماته تجاه أبناء المحافظة المتواجدين سواء في الداخل أو خارجها؟ أعتقد يا أستاذ سامي كان السؤال هذا يجب أن يوجه إلى المحافظ أو إلى الوكلاء أو مدير مكتب المحافظ. أنا لا أعرف ما سبب غياب المحافظ بهذه السنوات العجافة الذي نمر بها. هناك محافظين في محافظة حجة، في محافظة الحديدة، في محافظة البيضاء، زيارات مستمرة إلى الجبهات، زيارات ومحاولة لتحسين أوضاع النازحين في المحافظة المحررة، التواصل مع المشايخ والأعيان في المحافظة المحتلة من قبل المرشد الحوثي، كسب الناس وكسب تعاطف الناس أن هناك شرعية. نحن لم نستطع أن نعمل حتى إذاعة. هناك إذاعة تم رصد لها 150 ألف ريال سعودي ليتم بثها من قاطبة، ولكن تم إيقاف هذا المشروع حتى لا نوصل أصواتنا ونوصل أصوات الشرعية إلى محافظة إب. هناك شيء غريب، مستمتعين بهذا الفساد، لا يريدون انتهاء الحرب، لا يريدون تحرير، لا يريدون غير مصالحهم ومصالح أبنائهم. أخي سامي لو تحدثك بس عن فساد بسيط فقط، هذه المذكرة في 2017 تمام يرفعها المحافظ إلى رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ليتم ترقية أبنائه وأبناء أخوه وأبناء عمته. في هذا الكشف يا أستاذ سامي 11 اسم من أسرة واحدة إلى نقيب وإلى رائد، بينما أبناءنا في الجبهات لا يمتلكون حتى الراتب. ممكن تقرأ لي بعض الأسماء اللي عندك في الكشف؟ واحد. هناك فساد كثير، هناك تظهر على الشاشة كشف. وأنا مسؤول عن كلامي. تمام، اقرأ لي بعض الأسماء فقط عشان شوف. المشاهد لو تقرأ لي بعض الأسماء، أن تقول أنه من أسرة المحافظ. أوكي، هناك فاضل إسماعيل، عبد الرب علي، عارف قاسم، أحمد الواصلي هذا مدير مكتبه، محمد عبد الوهاب سيف الحميري هذا ابنه، مطيع أحمد علي الشبيبي، عبد الوهاب وهذا ابنه الثاني عزيز عبد الوهاب سيف الحميري، فهد عبد الله مرشد الوقافي أو هذا عبد الله عبده
محمد الحميري وأحمد توفيق الحربي ومفتاح عبد العزيز سيف الحميري وإبراهيم محمد محمد شايع الحميري. هناك أسماء عدة، سيف طيب عبد العزيز لكن سيف الحميري، أحمد صادق محمد قدم هذا الكشف الحميري، وتم التجاوب مع هذه المطالب وتم ترقية هؤلاء الأشخاص وهم من أقارب المحافظ. يعني طبعا حسب هناك تسهيلات إذن من السلطات العليا أيضا ودعم وتشجيع. أكيد أنا أثق فيك كمحافظ أنك يتم ترقية ضباط في الجبهات وأنت ترفع بأسماء ليسوا في الجبهات. أنا أثق هل نائب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ينزل إلى الجبهات ليتم رصد الأسماء؟ أكيد هم واثقين أنه هذا المحافظ يقوم بعمله والأمانة واليمين الدستوري اللي أديه أنه يتم رفع أسماء في الجبهات وترقيتهم لأنهم يستحقوا الترقية. طيب سأعود لك أستاذ أحمد ونشرك معنا بالنقاش الأستاذ عرفات حمران وينضم إلينا من الرياض وهو رئيس منظمة رصد الحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ عرفات. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين وبضيفك الكريم. طيب نريد أن نتحدث عن الجانب أو الشق الحقوقي في المحافظة. محافظة تعرضت للكثير من الانتهاكات الحقوقية ومارست كثيرة من قبل ميليشيا الحوثي، ما موقعكم في العمل الحقوقي الذي تحتاجه المحافظة إذا ما تعرضت إليه من انتهاكات؟ طبعا محافظة إب من المحافظات الأولى في الجرائم والانتهاكات، رغم أن محافظة إب ليس فيها سرع مسلح وليس فيها أيضا جبهات فيها. محافظة إب 100% مع ميليشيات الحوثية، سلمتها السلطة المحلية ومشايخ إب للحوثيين القادمين من عمران وصعدة، وترتكب فيها جرائم عدة. تعتبر محافظة إب هي الأولى في تفجير المنازل والأولى في الاختطافات والأولى في الموت تحت التعذيب، وكثير من الجرائم ارتكبت في هذه الميليشيات. بل حسب منظمة رصد التقارير فإننا نلاحظ أنه كل ساعتين في محافظة إب ترتكب جريمة ويرتكب انتهاكات، بعيدة أيضا إضافة إلى نهب كل إيرادات المكاتب الحكومية وأيضا حتى مكاتب الأوقاف التي هي موارد جارية للمساجد والقائمين عليها. وهناك أيضا عمل جمارك في منطقة ميتم شرق المحافظة، ورغم أنه إب لا توجد فيها لا ميناء ولا يوجد فيها جمارك سابقة، ولكن من أجل أيضا نهب المساعدات والبضائع التجارة القادمة من عدن والقادمة أيضا من محافظات المحررة، ويفرض عليهم رسوم مثل الرسوم الباقية. وكما هي أيضا في الجانب الإنساني تعتبر أولى في مرض الدفاع. طيب هل تحضرك أي أرقام أو إحصائيات حول الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل ميليشيا؟ نعم، أعيد السؤال. هل تحضرك أي أرقام أو إحصائيات الآن حول الانتهاكات؟ يعني في تفجير المنازل حوالي 90 منزل تم تفجيرهم، هناك 3700 مختطف، هناك 14 من المختطفين ماتوا تحت التعذيب، هناك أيضا قتل خارج القانون ما يقارب 20، وأيضا هناك قتل بسبب الفوضى الأمنية ما يقارب يعني 120 شخص، وأيضا هناك نهب للمساعدات بالجملة سواء الإغاثية الطبية أو الغذائية. طيب لماذا تغيب الهيئات الحقوقية والمنظمات عن كل هذه الأرقام والإحصائيات والانتهاكات داخل المحافظة؟ نحن في محافظة إب كمنظمات مجتمع مدني كنا نصدر تقرير كل شهر، يعني نهاية الشهر في الساعة 12 منتصف الليل كنا نصدر تقرير كامل ومنتظم، وعقدنا أول مؤتمر صحفي كمنظمة رصد في اليمن ننشر فيه انتهاكات الحوثي في محافظة تعز قبل أن يدخل الحوثيين محافظة تعز، كان لهم 3 أشهر في محافظة الحديدة في محافظة إب، وعملنا مؤتمر صحفي أذاعته جميع القنوات بدون استثناء، وكانت أول منظمة تصدر تقرير حقوقي عن انتهاكات ميليشيا الحوثية. لكن بعد ذلك نحن تعرضنا للنهب المنظمة وأيضا لملاحقة أعضاء المنظمة وفريق الرصد. لدينا فريق رصد ما زال موجود وأيضا غير ظاهر، وأيضا الإمكانيات أصبحت شحيحة ولا يوجد أي اهتمام
من الجانب الرسمي بالحكومة الشرعية أو من السلطة المحلية المعينة من الشرعية، رغم أن هناك وعود كانت من المحافظ للاهتمام بهذه المنظمة وأيضا التنسيق معها والشراكة معها، لكن للأسف الشديد يستلمون المليارات ولا يدون أي دور في مجال الإغاثة لم يصل شيء، وفي المجال الحقوقي لا يوجد هناك اهتمام، هناك اكتفاء ربما من المحافظ ببعض الأشخاص وبعض الجهات الحزبية هو الذي يعتمد عليها في مثل هذه الأشياء، ضارب عرض الحياة كل منظمات المجتمع المدني وكل المناهضين لميليشيا الحوثية سواء مناهضة سلمية أو مناهضة حقوقية أو مناهضة حتى مسلحة. طيب عن وضع النازحين من أبناء المحافظة، كان يتحدث ضيفنا من تعز عبر الرقم الصناعي الأستاذ أحمد هزاع أن هناك إهمال وتقصير وعدم اهتمام من قبل السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، هل رصدتم أوجه هذه المعاناة بالنسبة لكم في منظمة رصد، وكيف تقيمون وضع النازحين من أبناء المحافظة؟ هناك نازحين في محافظة إب ما يقارب 400,000 من محافظات أخرى، وهناك أيضا نازحين في محافظة مارب، وهناك نازحين وناشطين في محافظة تعز، كل هؤلاء النازحين لا يتلقون أي شيء بالتنسيق مع الشرعية أو السلطة المحلية، باستثناء أن السلطة المحلية التابعة للشرعية قالت أنها تنفق كل ما تحصل عليه من مواد إغاثية لنازحي محافظة إب الموجودين في مارب، لكن قبل 4 أيام تحديدا كانت هناك وقفة احتجاجية لمشايخ ونازحي محافظة إب الموجودين في مارب، ورفعوا لافتات أنه لا يصلهم شيء ويطالبوا بالتحقيق ويطالبوا أيضا أين تذهب الإغاثة، لا تذهب إلى مارب كما تقول السلطة المحلية ولا تذهب إلى إب، حتى إب يعني لا يوجد فيها شيء يصل إليها، وكل المنظمات التي تعمل في محافظة إب تتلقى كشوفات وهمية من السلطات الشرعية الحوثية وتأخذ المساعدات وتبيعها في السوق السوداء أو تأخذها إلى الجبهات أو للموالين للحوثيين، وقد أثبتنا كثير بهذه الحالات بمقاطع فيديو وصور كثيرة لنهب هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء، بمعنى أن محافظة إب بعيدة تماما ومغيبة عن الشرعية بكل الجوانب، وربما كان هناك وقفات احتجاجية في محافظة مارب أكثر من مرة تطالب بالتنسيق العسكري والتنسيق الإعلامي والحقوقي والإغاثي وكل الجوانب التي في هذا المجال، كانت من أول السلطة الشرعية تقول أنها لا تتلقى أي دعم، وبعد ذلك تلقت أكثر من مرة دعم بالمليارات ولم يلاحظ أي شيء أو تحسن في أي جانب من جوانب الحياة في محافظة إب إطلاقا. أين تذهب هذه المليارات أستاذ عرفات برأيك؟ هذا السؤال يوجه إلى السلطة الشرعية، ربما لو كان معك ضيف من المعينين من قبل الشرعية بمحافظة إب ربما كان يجيب عليك، لكننا لا نستطيع أن نؤكد أين تذهب هذه المليارات، لكن احنا نعرف انها صرفت مليارات ودعم ميزاني لمحافظة إب، كيف صرفت وكيف تم اخلاؤه اكثر من مرة هذا السؤال ربما يجاب عليه المختصين، لانه نحن لا نبحث في جوانب الشفافية وقد ما نهتم بالعمل الحقوقي والإغاثي داخل هذه المحافظة. طيب بالنسبة للانتهاكات التي تتم داخل محافظة إب، لأي حد تلمس ان هناك اهتمام من قبل السلطة الشرعية والتحالف بهذا الملف وتضمينه ضمن الملفات اليوم التي يفترض أنها ترفع ضد ميليشيا الحوثي، لأنه يبدو أن الانتهاكات التي تحدث في المحافظة غائبة عن الاهتمام الخارجي، ربما لا يتم التركيز وتسليط الضوء عليها. في محافظة إب كل الانتهاكات والجرائم ترصد، وهناك تقارير ترفع وتسلم إلى كل الجهات، ونحن نبحث حتى بتقارير وبصور وبتقارير مصورة إلى المحافظ وإلى مدير المكتبة وإلى المهتمين بهذا الجانب من القضية الشرعية وأيضا إلى التحالف، هناك كثير من الجرائم تم رصدها وتم توثيقها حسب المعايير كثير من الجهات الرسمية وإلى أيضا اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا سلمت كثير من هذه التقارير إلى مكتب المبعوث الأممي وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان وكثير من المنظمات، نحن نبعث كل هذه التقارير إليها، أيضا هناك تقارير مترجمة بأكثر من لغة أوصلناها إلى كثير من هذه المنظمات، والجانب الرسمي أوصلنا له لكن أيضا لم نجد التفاعل
وأيضا الاهتمام أو الرسالة إلى جهات رسمية تهتم بهذا الجانب. أشكرك جزيلا أستاذ عرفات حمران، شكرا جزيلا لك رئيس منظمة رصد الحقوق والحريات. أعود لضيفي عبر الأقمار من تعزل أستاذ أحمد هزاع. أستاذ أحمد، إذا رغم ما يحدث من انتهاكات في المحافظة لكن يقال أن هناك تغييب لهذا الملف عن الاهتمام الأممي، لماذا؟ أولا كما تحدث الأستاذ عرفات رئيس منظمة رصد، هناك ملاحقة تامة للمنظمات الحقوقية في المحافظة، ما يعجز الكثيرين من رصد الانتهاكات الحاصلة في المحافظة من فترة إلى فترة، وكذلك غياب وزارة الإدارة وزارة حقوق الإنسان الذي لم تقدم أي شيء، لديها ملفات كبيرة وقوية للانتهاكات في محافظة طيب أو في المحافظات الأخرى، ولكن لم توصل هذه الملفات إلى المنظمات الدولية أو إلى مجلس الأمن. ميليشيا الحوثي تعبث في المحافظة بصورة يومية، ميليشيا الحوثي تنهب المحافظة، لم تبقى هناك أرضية إلا وتم نهبها. قبل يومين تم نهب أرضية العميد فؤاد العطاب مدير أمن إب السابق، ما يقارب من 50 قصبة تم نهبها والآن يتم تسويرها، بالرغم أن لديه وثائق منذ 30 عام أن هذه الأرضية تتبع له، ولكن ميليشيا الحوثي لا يوجد من يردعها، فهي من تنهب وهي من تعبث في المحافظة بصورة مستمرة. لذلك حتى وإن كانت هناك تقارير لن تصل إلى ستكون حابسة الأدراج، لن تصل إلى المنظمات الدولية، ووزارة حقوق الإنسان غائبة تماما، لذلك لن نستفيد من أي تقارير يتم رفعها من المحافظة. طيب أستاذ أحمد، لو نحاول أن نفسر العجز الحاصل تجاه الملفات الكبيرة التي تعيشها محافظة إب. أعيد السؤال سمعت أخي سامي؟ لو حاولنا أن نفسر أسباب العجز اليوم الملفات الكبيرة والأولويات التي يفترض أن يقوم بها المعنيين في المحافظة، برأيك لماذا؟ أكيد هو استئثار بالسلطة والبقاء فوق الكرسي، عدم منازع، لا يريد أن يخسر أملاكه في المحافظة، لا يريد أن يقبح لأحد، هدوء كبير جدا، فساد مستشري، تجارة تجار حروب، لذلك سيستمر وضع كما هو حاصل. كنت أريد أن أعقب عن سؤالك السابق بالحديث عن لماذا لم يعود المحافظ إلى المحافظة. هذه مذكر بيان من أعيان ومشايخ محافظة إب يدعو في تاريخ 29/12/2019، يدعون المحافظ إلى العودة وممارسة العمل من داخل المحافظة. كيف سيتم حل الملفات وزحزحة الملفات إذا لم يكن المحافظ وفريق عمله متواجدين في المناطق المحررة؟ هناك طلب في 2018 تم التنسيق مع وكلاء محافظة تعز أن يتم أن يعود المحافظ الوائل إلى محافظة تعز ويتم العمل على إقليم الجند وفتح الأمور بأفق جديد وطرح آراء تحرير المحافظة، ولكن لم يستجيب المحافظ إلى نداءات. عن أي مناطق محررة تتحدث؟ في محافظة إب يعود إليها ويمارس مهام المحافظ منها، هي المحافظة كلها تحت سيطرة الميليشيا. يعود إلى تعز تحت سيطرة الميليشيا الحوثي، ولكن هناك أطراف المحافظة، هناك في دامت، هناك في قعطبة، هناك في الحشا، هذا كل مناطق حدودية مع المحافظة. إذا كان يريد أن يعمل بحقيقة أنه يتم عمل هناك مكتب ويتم إنشاء المؤسسات حتى وإن كانت بصورة بسيطة حتى يتم الناس الاستفادة منها. الناس ينزلون إلى تعز الآن مسافة ما يقارب من 8 ساعات بسبب الحصار ليقطعوا جواز، لو عمل مكتب مصلحة هجرة وجوازات في قعطبة ستكون السفر على مواطن ساعة ونص حتى يقطع الجواز. هناك حلول كثيرة يتم سيتم عمل لها حلول وعمل لها أشياء بسيطة لا تريد إلى فكر كبير. النازحين كلجنة لم تستطع أن تشكل لجنة إغاثة، كيف أنه أشياء بسيطة جدا أستاذ سامي، لا نريد أن نخوض بأكثر من ذلك أنه نحاول أن نبرر. نحن ساكتين منذ 5 سنوات، عسى ولعل هناك سيتحسن الوضع، سيحسون على أنفسهم، سيفهمون على أنفسهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. كذلك عجز الشرعية هو سبب كل ما يحدث. لو كان هناك حساب عقاب، لو كان هناك عمل حقيقي ضد الفساد الحاصل في مع المحافظين في المناطق المحتلم قبل الميليشيا الحوثي،
الجديدي لا خاف المحافظة في المحافظة الأخرى وتم تغييره أو إعادة ما نهب أو ما تم. هنا أريد أن أوضح لك الآن في مذكرة بعض الفساد الموجود. هذا تقرير النصف السنوي في 2018 يقول التقرير أنه حصة إب تم رفعها بالغاز إلى 10 قاطرات. القاطرة الواحدة تحمل ما بين 2500 إلى 2000. إذا اتضح أن هذه 2000 اسطوانة في كل قاطرة سيتم جمع الكل إلى 20,000 اسطوانة غاز. بينما لو نجد تقارير شركة النفط نجد والحصص الموزعة تمام لم تتجاوز إلى 6,000 أو 9,000 اسطوانة، وهذه من شركة النفط موقعة ومختومة وبالأسماء حتى يتم إسعاف الناس وعدم استغلالهم من قبل الحوثي، ولكن توصل لهم 9,000 اسطوانة بالحد الأكبر، والبقي لا نعرف أين تذهب. تم سؤال المحافظ أين تذهب، قال مش عملكم. طيب فلما نجد أنه أكثر من 5 حاويات غير موجودة قاطرة غير موجودة، والقاطرة الوحدة مبلغ ما يقارب من 15,000، محافظ مأرب اتضحت له الصورة وقام في 2000 في قبل سنة أو سنة ونص قام بإيقاف هذه المهزلة وعرف أن هناك فساد فأوقفوا هذه الحصص اللي كانت تصل إلى المحافظة. طيب يعني هناك رقابة تفرض من قبل الحكومة الشرعية، الأمور ليست مفتوحة على مصراعيها أنه هناك عبث وفساد، يعني هناك مراقبة ومحاسبة؟ إذا كانت هناك مراقبة لكان هناك الملفات مثل الملفات اللي موجودة بيدي كان سيتم ملاحقة المتسببين ومحاسبتهم، وأين حصص محافظة إب من الغاز وأين وصلت وكم وصلت وتقارير موجودة بالأسماء بالعنوان بالرقم التلفون وعليه بالتواصل مع مندوب الغاز يعلموا أن نصف الصوانة الغاز غير موجودة. نحن طيب نتحدث بوثائق لا نريد أن نتهم طيب أحد. كيف يمكن إيقاف استمرار هذا العبث والفساد برأيك؟ كيف يمكن إيقافه؟ أنا برأيي أنا أعتقد أنا باعتقادي أنه لابد من محاسبة المحافظ السابق والوكلاء وجميع من لديهم أيادي فساد، لديهم شيكات تحرير المحافظة بالمليارات، لديهم اعتمادات، لديهم بيع الغاز، هناك ملفات فساد كثيرة. فعلى الشرعية أن تحسن نواياها إلى أبناء إب الذين يقدمون أرواحهم من أجل الشرعية ويقدمهم للمحاسبة. لا نريد أن نظلم أحد، ويبرر ما لديه ويوضح ما لديه وبعد ذلك لكل أحد حديث، ولكن أن يتم إغفال الناس واستغفالهم والسكوت الحاصل الآن هو استمرار للفساد واستمرار لنهب قوات الناس. الكثير من الوكلاء أو المدراء العموم أو المسؤولين تجدهم الآن لديه البيت في مأرب ولديه الاستثمارات في السعودية ولديه الاستثمارات في تركيا، من أين لك هذا؟ بالعين المجردة حاجة بسيطة لا تريد أن تناقش، لكن إنه كما قال المثل أخي سامي إذا كان رب البيت بده في ضارب فشمت أهله الرأس، وهو ما يحدث الآن أن الشرعية هي داء الفساد، ولذلك البقية كل شخص يفسد أو يظلم الناس على قدر مستواه. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد هزاع الصحفي، كنت معنا من محافظة تعز عبر الأقمار الصناعية، ونحن حاولنا حقيقة زملاء في الإعداد التواصل مع المسؤولين والمعنيين في السلطة المحلية حتى يردوا على هذه الاتهامات والملفات التي تمت مناقشتها اليوم، لكن لم نجد أي تجاوب. شكرا جزيلا لكم في ختام هذه الحلقة، وتحية طاقم البرنامج، نلقاكم في حلقة جديدة من المسائل اليمنية. في أمان الله.